أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: بعض الناس يتمسح بأستار الكعبة، ما الصحة في ذلك؟ وهل فعله أحد من السلف الصالح؟ لا أصل لهذا، التمسح بأستار الكعبة والتعلق بالباب وكل هذا لا أصل له، هذا من المبالغة. والمشروع مع الكعبة استقبالها والطواف، استقبالها في الصلاة والطواف بها وصلاة النافلة في داخلها إذا أمكن، يدخل الكعبة ويصلي في داخلها بعض الأحيان، هذا مشروع وفيه أجر عظيم. وأما التعلق بالأستار والتعلق بباب الكعبة هذا كله لا أصل له، وإنما هو من مبالغات العوام. نعم.